ستعطى انطلاقه هذه المقابله. هناك هذه فرصه والفرصه في المقابله وتدخل الدفاع. الجهود اللي تيقوم بها في الهجوم ديال الفريق الوطني المغربي. عمليه جميله لفائده المنتخب الوطني، كره جميله في العمق، هذه فرصه. دائما يوسف حجي سيطرة لفائدة المنتخب الوطني للآن، لاعبين ديالهم محتكر الكرة، هناك سفيان العلودي بإمكانه باش يمرر مورا، وهذه جميلة بإمكانه باش يمرر زيدا، وكرة فركنية، كرة فركنية لفائدة يوسف حجي، حاول باش يراوغ بالفعل مورا، وهذه جميلة زيدا قوية ولكن بعيدة. الصراع على مستوى الوسط السفلي، هناك طارق سكيتيوي يغير الاتجاه، يوسف حجي، فرصة لفائدة المنتخب الوطني، كريستيان باصير تمريرة، ولكن هذا سفيان العلودي، هدف 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 بواسطة سفيان العلودي، والجمهور الآن اللي تحرك بقوة، هدف من روعة بمكان، هذا ما كنا كننتظروه. الكل هنا ببروكسل كان كيتمنى ان المنتخب الوطني يظهر بمستوى جيد على الاقل. لحد الان لاحظوا الكره ما نزلتش تماما بالنسبه لسفيان العلودي، تلتقط التمريره من كريستيان باصير، والهدف الاول، والهدف الاول لفائده المنتخب الوطني. لاحظوا الاعاده من زاويه اخرى لكايل باصير، تم تغيير الاتجاه ديال الكره، و حتى الكرة ملي لمسات الأرض غيرت الاتجاه وخدعات الحارس، ولكن خدعت سرعة سفيان العلودي، خدف مباشرة بدون أن الكرة تنزل. مروان شماخ ملمش كرة تكتيرة، وهناك خطأ، تدخل ديال فان بويطا اللي جر قوت تموضوع وضربة رأسية قوية. كرة جميلة لفائدة المنتخب الوطني، دي فرصة تمريرة، وتدخل في آخر لحظة لمودي جاي، مودي جاي لاعب فريق لازيو، هذه تسديدة قوية، هذا العلودي، ولكن هناك تسلل، تسلل تسلل سفيان العلودي، سفيان العلودي، قذفة قوية ديال يوسف السفري اللي كنا دائما تنتظروا نظرة القذفات القوية ديالو. تسديدة من بعيد، تسديدة قوية، ولحسن حظ الحارس ان الكره ما ارتطمتش بالارض، لانه كان لاحظوا الاداء ديال المنتخب الوطني الان، ما كاينش هناك تسلل لمروان شماخ، بامكانه باش ينطلق بينفع انطلاقه لمروان شماخ، تمرر وتدخل طارق سكيتيوي. لاحظوا العدد ديال اللمسات اللي قام بهم المنتخب الوطني، العدد ديال اللمسات المنتخب الوطني لا بحال اضطر يعطيه الكره، كره خطيره، تدخل الحسين خرجة، مودي جاي، وتدخل ممتاز للحارس نادر المياغري اللي وضع فيه الثقة المدرب فتحي جمال. الوقت المناسب، هذه ضربة رأسية وتدخل جيد للحارس نادر المياغري، على غرار حراس كرة اليد حارس فريق الوحدة الإماراتي، على عناصر كثيرة منه. مراوغة جميلة لطارق سكيتي، وبإمكانه باش يتقدم، بالفعل هناك خطأ، خطأ خاص إنذار، خطأ وإنذار، خطأ وإنذار، وفعلا ورقة صفراء لأن ما كانش هو المدافع الأخير، هذا الشيء. يوسف السفري ما تمكنش من تمرير الكرة، حتى الحائط ما كانش في المكان ديالو اللي خاص الحكم يحسب الأمطار القانونية. القادوري، تمريرة جميلة، وهناك الحارس هنا ببلجيكا، دي تمريرة، فرصة لفائدة المنتخب الوطني، دائما فرصة جميلة، تسديدة، وكرة، كرة جميلة العلودي اللي كان شوية ماشي في واحد المركز اللي يقطف وخلى الكرة غادي من بعد، شفنا تلقطها، كرة دائرية، الشماخ تسديدة قوية، طارق سكيتيوي، تمريرة، هدف هدف لفائدة طارق سكيتيوي بعد الهدف الأول ديال عادل أو اللاعب سفيان العلودي، خطأ كبير للحارس، ولكن حتى الأرضية المبللة، والهدف الثاني، لاحظوا التأثر الكبير ديال اللاعبين، لاحظوا الإعلام الوطنية
والفرجه هنا ببلجيكا. كان خطا كبير ولاحظوا بذكاء كره تطمات كذلك مرتين. القراءه ديال الحارس كانت خاطئه جدا والكره تتمر. تنشوفوا اخطاء فادحه ديال الحارس البلجيكي. وهدف ثاني المنتخب الوطني المغربي كما قلت السيطره ديالو كيخرج كي مروان الشماخ. هجوم لفائده المنتخب الوطني. حجي سفيان العلودي يمكنه باش يمرر ولكن فضل يروح ضيع منه الكره. ما كاينش هناك تسلل هذه فرصه لفائده المنتخب الوطني. سفيان العلودي تضيع. يضيع سفيان العلودي كرة المقابلة. فعلا كان عنده اختيار لأن الكرة شوية سرعت كان يحضر الكرة كان لصالحه. كذلك هدفين لصفر. ضربة رأسية وهدف. هدف كان هناك خطأ في الدفاع. هدف بواسطة ويتسل لاعب ستاندارد ليج. يدخل خلال الشوط الثاني. كان هناك خطأ على مستوى التغطية. كان بوحدو اللاعب ويتسل 19 سنة لاعب جديد في صف المنتخب البلجيكي. ما كانش ينتظر بدر القادوري بأن الكرة غتجي من الشرط وتمشي بهاد الكرة. قريب كثير من مروان الشماخ. نبيل الزر مراوغة جميلة يمكنه باش يمرر بالفعل. هذه فرصة لفائدة المنتخب الوطني. الحسين خرجة كاينش هناك خطأ وسفيان العلودي تخلي الكرة. إذن ركنية لفائدة المنتخب الوطني. دفدت كرة دائرية ضربة رأسية ولكن ضاعت شوية. الأمير الرباطي كان باقي كما تكلمت في الشوط الأول. هنشوفوا هذا الهدف اللي تسجل في الهدف الأول لأن ما كانش ينتظر بدر القادوري الكرة غتجي. حيد ركنية كرة ثابتة كلها خطيرة. لاحظوا قامت طويلة بالنسبة للاعبين ديال المنتخب البلجيكي. ضربة رأسية من مروان الفيلاني. مروان الشماخ عملية جميلة. نبيل الزر بإمكانه باش يسدد فعل ولكن فضل باش يراوغ وكرة تضيع. مبارك بوصوفة تضيع الكرة من أمين الرباطي. ما انتظرش الكرة. كنقول بأنه تفاجأ بالكرة اللي وصلته الآن. تفاجأ بالمدافع اللي ممس الكرة وكان جاء عادي الهرماش. مازال مبارك بوصفة بإمكانه باش يمرر وهناك خطأ. خطأ لفائدة المنتخب الوطني. تركيز كبير. كرة دائرية جميلة ولكن مشت جانبية. كرة في اتجاه الحارس نادير المياغي. خروج ممتاز بدر القادوري. سفيان العلودي انطلاقه لسفيان العلودي بامكانه باش يمرر او يراوغ. بالفعل مازال محتفظ بالكره في انتظار المسانده. كان شيئا ما معزول لسفيان العلودي. هناك ركنيه استماته كبيره للاعبين ديال المنتخب الوطني. تلاحظوا نبيل الزهر الموضوع. كره خطيره لفائده المنتخب البلجيكي ونادر المياغلي في المكان المناسب. ما تيتيقش في الكرة. شوفوا كيفاش خداها وركز باش ياخذ الكرة ديالو. دخول اللاعب. هذه فرصة لفائدة المنتخب الوطني. هدف هدف لفائدة المنتخب الوطني. هدف من روعة بمكان. لاحظوا الطريقة اللي ركز بها اللاعب نبيل الزهر وكيفاش اختار المكان المناسب وكأنه تسدد ضربة جزاء. فعلا ما زادش فيها الأخزامة. الكرة جات عنده هدية من المدافعين اللي ما تفهموش فيهم ربعيتهم في الدفاع قطب الدفاع. غادي نشوف الدول شاهدوا. ما كاينش تسلل نهائيا. خطأ كبير ورف العمق جوج ديال اللاعبين. لاحظوا كيفاش ركز كيفاش رفع الاعين ديالو واختار المكان المناسب. وتابع الرجلين ديالو رجلين ديالو مقوسين بسهوله كيفاش ضرب الكره برجل وبخارج الرجل ديالو اليمنى. لاحظوا الهدف طريقه باش تسجل الكره في الجهه اليمنى. وتدخل ممتاز للحارس نادير المياغلي. ما يمكنش وما يتبينش بان المنتخب البلجيكي يقدر يرجع. هذه فرصة المنتخب الوطني. كرة هدف هدف بالجلون. عبد السلام بالجلون وفرحة هستيريا هنا
ملعب الملك مودوان ببلجيكا. أخزام نادي يومين وأنا موجود هنا في بلجيكا وتنشوف المناخ صباح اليوم. أنا شفت هذه يومين المنتخب المغربي في الفندق، اللاعبين انسجام كبير ما فيما بعضياتهم، حتى المناخ خلات تكون أشياء إيجابية وتفاهم كبير. تشوفوا ارتماع بالضربة الرأسية ديال بن جلون اللي سبق المدافع المباشر لحداه. كما قلت أجواء كانت إيجابية من ناحية الطاقم التقني اللي كاين لاعب. ونهاية المقابلة بفوز عريض للمنتخب الوطني المغربي هنا ببروكسل.